حياكم الله. مبكرا تستعد مفوضية الانتخابات لإكمال الإجراءات الفنية وكل المتعلقات بانتخابات مجالس المحافظات. هذا التحضر يقوم بدرجة أساس على خطط عملية ومرنة تتجاوب مع تفصيلات ما شرع في المجلس النيابي لإرسال اطمئنان للشارع العراقي والقوى السياسية بأن كل شيء يسير وفق جدول عمل، توقيتات زمنية خاصة، مع توفر الغطاء المالي من مجلس الوزراء للمفوضية وهي المؤسسة التنفيذية للقيام بهذه المهمة. وهذه المؤشرات ترفع من احتمالات إقامة العملية الانتخابية للمجالس المحلية نهاية العام الجاري. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، رغم أن العراق قطع شوط كبير نسبيا في أولوية استعادة الأموال المهربة إلى من الخارج وفق آليات وطنية ودولية، إلا أن تتبع العدد الأكبر من هذه الأموال المودعة في مصارف دول الجوار ودول أوروبية لا تزال تشوب هذا الملف بعض المصاعب اللي تتلخص في طمس معالم أغلب الجرائم وإتلاف الأدلة المادية وعدم تعاون الدول مع الجهد المحلي بالشكل الأمثل اللي يختصر المسافات. فعمليات استرداد هذه الثروات تحتاج لميزان تعاون دبلوماسي وتخادم دولي بما يمكن العراق من قطف ثمار هذا الملف المعقد والمتداخل عملياته. هاي ملفات مشاهدي الأحبة نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة. تتفضل البقاء ويانا ومرافقتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين في هذا الملف الدكتور عمار البهادلي الباحث في الشأن السياسي والمتخصص بالشأن الانتخابي. أهلا ومرحبا بك دكتور عمار، وكذلك رحب بالأستاذ عمر الناصر الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله ضيوفا الكرام. أبدأ مع حضرتك دكتور عمار، عندما نتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات فنشير إلى البرنامج الحكومي اللي نص على إجراء انتخابات مجالس المحافظات. نتحدث عن طبيعة التحركات الحكومية بهذا الصدد، هل ستعطي دلالة لأهمية إنفاذ هذه الانتخابات اللي نص عليها الدستور؟ بداية تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. يعني حقيقة اليوم هنالك مرتكزات رئيسية يمكن من خلالها قراءة المشهد السياسي، وهل هنالك انتخابات في المستقبل القريب أم لا. يعني المعيار الأول أو المرتكز الأول هو توفر الإرادة السياسية لدى مختلف الأحزاب والقوى داخل قبة البرلمان. المسألة الثانية، هل هنالك المعايير اللوجستية والفنية متوفرة لغاية هذه اللحظة؟ نعم، خصوصا أنه الحديث عن إجراء انتخابات يعني الحديث عن تخصيص أو توفير تخصيصات مالية ضمن الموازنة. هنالك اليوم 315 مليار دولار خصصت لهذه الانتخابات في المرحلة القادمة. هنالك أيضا التهيئة الفنية واللوجستية التي أعلنت مرارا وتكرارا مفوضية الانتخابات عن استعدادها وإمكانيتها لإجراء هذه الانتخابات وضمن التوقيتات الزمنية التي يعني حقيقة طرحت ضمن البرنامج الحكومي للسيد السوداني. فبالتالي أعتقد اليوم مختلف يعني المرتكزات ومختلف الاشتراطات سواء كانت البيئية أو اللوجستية أو حتى السياسية هي متوفرة. ناهيك عن أنه اليوم القانون الانتخابي حقيقة ربما يعني بعدنا عن الكثير من الاشتراطات المعقدة خصوصا ما يتعلق بالتعداد العام للسكان. هذا طبيعة القانون الانتخابي وفق الدوائر المتوسطة الحجم أي باعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة خلصنا من مشكلة التعداد العام للسكان. لو رجعنا إلى القانون السابق اللي عمل به في عام 2021 هذا يحتاج حقيقة إلى أرقام دقيقة للغاية، وبالتالي ربما كنا سنحتاج إلى توقيتات زمنية أخرى إلى فترة أو لحين انتهاء
وزارة التخطيط من إجراء التعداد العام للسكان ومن ثم يصار إلى إجراء الانتخابات المحلية أو التشريعية. لكن حقيقة اليوم طبيعة القانون الانتخابي خلصتنا من هذا الاشتراط، وبالتالي هنالك إمكانية الذهاب إلى انتخابات في مختلف الدوائر الانتخابية، أي بالمحافظات التي حددت لها مقاعد داخل القانون الانتخابي بحدود 322 مقعد على أساس يعني نظام التمثيل النسبي. هذا النظام الذي ربما سيكون هو، أنا باعتقادي كمختص في الأنظمة الانتخابية، هو لحد الآن أفضل النظم الانتخابية وأفضل القوانين الانتخابية بعد عام 2003. لا أقول إنه لا يحتمل الثغرات والهفوات، لكن أصبح هنالك نضج كافي لدى الإرادة السياسية ولدى النخب القائمة على السلطة التنفيذية وحتى في السلطة التشريعية، بالتالي وصلت إلى إخراج قانون انتخابي يستطيع أن يوصل مختلف الأحزاب السياسية إلى مستويات لا بأس بها من العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية، سواء كان في داخل المحافظات مجالس المحافظات وفي خارج يعني خارج مجالس المحافظات وأقصد قبة البرلمان. بالتالي إذا ما ردنا قراءة هذه الخطوة أعتقد هي تأتي في باب الخطوات الإصلاحية التي عزم عليها السيد السوداني يعني في برنامجه الحكومي، باعتبار أنه اليوم هنالك كانت مطالبات في عام 2019 وعلى أساسها هذه المطالبات الشعبية جمدت أو حلت وفقا لقرارات قضائية من المحكمة الاتحادية العليا، عطلت مجالس المحافظات وأصبحت مجالس المحافظات أو المحافظ يدير المحافظات بإشراف مجلس النواب. لكن هذه العملية أصبحت هي عملية مؤقتة وتحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى إعادة النصاب الصحيح. بالتالي اليوم نحتاج إلى انتخاب مجالس المحافظات، ومن ثم ننتخب من داخل مجلس المحافظة ننتخب محافظ، باعتبار أن هنالك اليوم أيضا الحديث عن تقييم المحافظين وهنالك شبهات حول المحافظين وهنالك ربما ملفات فساد على بعض المحافظات. فبالتالي هي عملية إصلاحية ليست فقط عملية انتخابية ويعني اكتمال للمسار الديمقراطي لهذه المرحلة. طيب أستاذ عمار، وجدت الترحاب بحضرتك. تحدث الدكتور عمار البهادلي عن هذه المسارات الانتخابية، ولكن نريد أن نعرف المفوضية عندما تسير وفق جداول عملية وتوقيتات زمنية، نتحدث عن البقاء بهذا المسار، هل يعطي تأكيدات إضافية للوصول الأمثل، خصوصا عندما نتحدث عن الوصول إلى يوم الاقتراع؟ شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولجمهور قناة الأيام الأكارم. بالطبع الكل يعلم بأن العملية السياسية هي منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة مبنية على أساس المتغيرات وليست الثوابت، أي بما معنى المتغيرات اللحظية. لا يمكن التكهن بأي شيء جديد ربما سوف يطرح على أرض الواقع، لأن هنالك بلا شك مساومات سياسية وربما تكون هنالك تغيرات في بين الفينة والأخرى. أنا أقول قبل الذهاب لموضوع الانتخابات علينا أن نعرف اليوم أو أن نوعي الناخب العراقي، هل سوف يكون له القدرة على الذهاب لصناديق الاقتراع ومن ثم سوف تكون هنالك مرحلة مختلفة غير التي شهدناها في المراحل الماضية، أم هل ستكون نفس الآلية التي سوف تتبع بانتخابات عام 2021 والتي اتهمت بعض الأطراف بأن هذه العملية كانت قد شابهت تزوير. علينا أن نأخذ الأمور بتفاصيلها حتى نقطع الطريق أمام الفوضى الخلاقة التي ربما سوف تحدث في المرحلة المقبلة لا سمح الله في حال لم يكن هنالك أي توحيد للرؤى. أنا أعتقد وبقرارة نفسي أقول في هذه المرحلة بالتحديد علينا أن نفعل موضوع الرقابة الشعبية التي هي كانت غائبة منذ عام 2003 ولحين إجراء الانتخابات الماضية. اليوم الشارع بدأ يعي بقوة أن المجلس النواب عليه مسؤولية حقيقية وأن لا يذهب باتجاه أن لا تكون هنالك تعطيل أن يكون هنالك تعطيل لبعض المشاريع التي هي على تماس بحياة المواطن، حيث بدأ الامتعاض واضح على الشارع العراقي وبدأت الكثير من الأغلبية الصامتة التي هي التي نعول عليها في المرحلة المقبلة والتي هي سوف تدخل المعادل السياسي النوع الذي نحن نتطلع إليه أن يدخل إلى مجلس النواب. الكل يعلم بأن هذه المرحلة مختلفة، وأعتقد بأن انتخابات مجالس المحافظات سوف
تكون هي نقطة تحول حقيقية وباكورة عمل جادة لأجل الانتقال إلى مشروع حقيقي لبناء دولة المؤسسات. وأنا أعتقد بأن الرقابة الاستباقية ينبغي أن تتحقق في هذه الفترة بالتحديد، وأن لا يكون هنالك تعطيل، وأن لا يكون هنالك وضع عقدة في المنشار، حتى لا يكون لدينا مشهد ربما سوف يكون ضبابي تختلط فيه الأوراق، وربما سوف يكون هنالك على أثره بعض الأوراق التي لا يصلح أن تستخدم في الأيام المقبلة. هذه الضبابية دكتور عمار، إذا ما تحدثنا عن حاجة العراق للتعاقد مع شركات محلية وأجنبية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، سواء من بطاقات، صناديق اقتراع، تدريب الملاكات الفنية، هل من الممكن لو تم رفع هذه القدرات والمهارات لدى المشتغلين والمتخصصين أن تسهم في تقليل نسب الخطأ وبالتالي عملية انتخابية أكثر شفافية؟ حقيقة اليوم المفوضية يعني بدأت بتشكيل لجان فنية، هذه اللجان تأخذ على عاتقها يعني عملية شراء هذه الأجهزة، خصوصا ما يتعلق بأجهزة تسريع النتائج وأجهزة القراءة البيومترية وكذلك البطاقات البيومترية. وهنالك أيضا تعاقد مع شركات أو مؤسسات دولية مختصة بتدريب الملاكات الوظيفية للإدارة. هذه العمليات هي حقيقة عمليات لضمان جودة الانتخابات، أو لتكون مخرجات هذه الانتخابات هي ذات مستويات عالية من الشفافية ولا يشار لها باللغط أو بالاتهامات مثل ما حصل بالانتخابات السابقة. فبالتالي هنالك خطوات أعتقد هي صحيحة لحد هذه اللحظة من ناحية التوقيتات الزمنية ومن ناحية اللجان الفنية، خصوصا ما يتعلق ب يعني ملاحقة مختلف المواطنين وفي مختلف القصبات ل يعني تحديث بطاقاتهم بيومترية، وكذلك لتسجيل المواطنين غير المسجلين لهذه اللحظة باعتبار أن هنالك مواليد جديدة ربما ستلتحق بهذه الانتخابات، وعلى المفوضية أن تزود هذه الأعمار أو فئات العمرية الجديدة التي ستدخل إلى الانتخابات أو تخوض أو تشارك في الانتخابات تزودهم بالبطاقات الطويلة الأمد، باعتبار أنه القانون حتم أن تكون هذه المشاركة فقط في البطاقات البيومترية طويلة الأمد. وهنالك اليوم نسبة مشاركة هي ربما ستزداد أو ترتفع عن 25 مليون، فبالتالي هذا الرقم يعني حقيقة ضخم، يحتاج إلى إمكانيات لوجستية عالية وتعبئة، ويحتاج إلى يعني إدامة زخم هذه العملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مستويات عالية من النجاح، ومن أجل كذلك يعني إسكات الأفواه التي ربما ستنادي بالتلاعب والتزوير. فبالتالي هنالك اليوم انقسام في المهام داخل الإدارة الانتخابية، هنالك لجان متخصصة بشراء الأجهزة، خصوصا الأجهزة يعني أجهزة تسريع النتائج وقراءة النتائج، وهنالك أيضا لجان مختصة ب إجراء الانتخاب المؤقت أو يعني عملية المحاكاة المؤقتة، وهنالك لجان ستكون مختصة بكي تكون هي فرق جوالة ومتخصصة بتسجيل وتحديث البطاقات البيومترية، بالإضافة إلى أن هنالك لجان ستخصص للتعبئة والتوعية الجماهيرية، باعتبار أنه اليوم أساس نجاح أي عملية انتخابية هو حجم المشاركة الانتخابية. نحن نخشى أن تكون هنالك نسبة متدنية لا سامح الله كما جرى في الانتخابات السابقة، واليوم المعيار الأساسي للحكم على مدى نجاح هذه الانتخابات من تلك أنه أن يكون هنالك نسب مشاركة عالية. لكن هذا أساساً دكتور عمار يعني نتحدث عن الفرق بين المجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية، يعني لربما تكون مجالس المحافظات غير فاتحة للشهية للناخب العراقي، ناهيك عن تدني النسبة في مجلس النواب. أحسنت أستاذ أحمد، يعني ربما المواطن ينظر إلى أنه هذه الانتخابات هي انتخابات غير حاكمة، باعتبار أنها تدفع بأناس إلى مفاصل من الدولة هي ليست ذات أهمية بمستوى القبة التشريعية أو السلطة التشريعية على مستوى الحكومة الاتحادية. فبالتالي ربما هو ينظر إلى أنه هذه الانتخابات هي أخف وطأة أو أقل أهمية من الانتخابات العامة التشريعية. لكن حقيقة اليوم بحكم الدستور العراقي لعام 2005 اليوم الدولة العراقية هي دولة اتحادية، وبالتالي اليوم أحد أركان نجاح هذا النظام الديمقراطي هو إقامة وبناء وإنجاح عملية فرز مجالس محافظات صحيحة ومخرجات صحيحة وفقا لما تشتهيه يعني متطلبات المواطن، باعتبار اليوم مواطن يبحث عن القامات العلمية وعن الوجوه الكفوءة وعن الشخصيات النزيهة من أجل أن تدير
يعني هذه السلطة التنفيذية هي حكومة حقيقة مصغرة، بالتالي يعني لا يمكن الاستهانة بهذه العملية الانتخابية. نعم نؤكد على أهمية يعني المشاركة في هذه العملية الانتخابية لإنجاح على الأقل المشاريع والبنى التحتية داخل هذه المحافظات، بقدر ما كان هنالك مخرجات صحيحة داخل مجالس المحافظات من صناديق الاقتراع، بقدر ما ستكون هنالك بنى تحتية صحيحة وكذلك نسبة إعمار صحيحة وسيكون هنالك التفاتة جيدة لهذه المحافظة أو تلك، فبالتالي لا نقلل من أهمية هذه الانتخابات، خصوصا أنها يعني انتخابات هي تضع أيضا العراق على يعني أو تضع العراق على سكة المسار الديمقراطي الذي لطالما سفكت الدماء عليه من عام 2003 ولغاية هذه اللحظة، وبالتالي اليوم كل يراهن على إدامة هذه المسيرة الديمقراطية عبر المشاركة الشعبية الجماهيرية الواسعة، لكن هذا لا يعني أنه انخفاض نسبة المشاركة يقدح بالعملية الانتخابية. اليوم وفقا لأدبيات النظم الانتخابية والفقه الانتخابي بشكل عام، مهما كانت نسب المشاركة ستكون الانتخابات ناجحة وصحيحة وسليمة، لكن ربما هذا يعكس يعني طبيعة العلاقة ما بين المواطن والسلطة أو ما بين المواطن ويعني النخب القائمة على مختلف مستويات السلطة، سواء كانت السلطة المحلية أو التشريعية أو التنفيذية. يعني لما نحكي عن الموثوقية أستاذ عمر، يعني مجريات العملية الانتخابية السابقة وكل ما رافقها من لغط لربما تعطي مؤشرات على أهمية الاستفادة من جميع إشكاليات العملية السابقة واستثمارها بل تلافي هذه الأخطاء وصولا إلى انتخابات يستحق العراق أن يخوضها، باعتبار أن التجربة الديمقراطية كل ما تكررت كل ما يكون هنالك ضبط لهذه التجربة، وما أصور هي بالمسألة الكبيرة والمعقدة رغم أكو بعض الإرادات التي تحاول الذهاب إلى قضية التزوير. يعني في الحقيقة انتخاب مجالس المحافظات باعتقادي هي سوف تكون الخيط الفاصل أو الشعر الفاصل ما بين انعدام الثقة كليا ما بين الشارع العراقي والطبقة السياسية القابضة على السلطة أو إعادتها إلى نصابها الصحيح، ومن ثم تبدأ عملية التناغم ودغدغة المشاعر جراجولي تدريجيا من أجل الوصول إلى متبنيات حقيقية تؤمن بها الأحزاب والقوى السياسية. للأسف الشديد أقول لا يوجد هنالك لحد هذه اللحظة يعني بوادر لأن تكون الانتخابات المقبلة لديها ترويج وتثقيف للشارع العراقي بالشكل الذي يرتئيه، ولم أرى لحد هذه اللحظة بأن هنالك يعني تبني عملية تبني لشحذ همم وطاقات المواطن والناخب لأجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع حتى ولو كان هذا الموضوع يعني بوقت مبكر. اليوم من واجبات الجميع أن يكون لدينا عملية أو خطة أو استراتيجية قريبة المدى من أجل تحفيز وتشجيع الناخب للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وأن نكسر النمطية التي اعتدنا عليها في كل انتخابات بأن الانتخابات هي محسومة أو ربما سوف يشوبها التزوير، أو بأن هنالك بعض الجهات الداخلية أو الخارجية التي تحاول عرقلة مسيرة الديمقراطية في العراق. علينا اليوم أن نأخذ الأمور بكل مفاصلها وأن لا نذهب باتجاه عرقلة المشاريع التي بدأت الحكومة الحالية تذهب بدعمها وتنفيذها حتى لا يكون هنالك تراجع وانكفاء ربما لأغلب القوى السياسية في المرحلة المقبلة، وهذا ما سوف يكون في نهاية المطاف ربما سوف يكون هو يعني الصاعق الذي ربما سوف يجعل جميع القوى السياسية في حالة غير مقبولة من قبل الشارع. طيب دكتور عمار، أشرت إلى قضايا تشجع المواطن على الذهاب إلى الانتخابات والشفافية والموضوعية، تحدث عن أستاذ عمار، نتحدث عن دور الإعلام في عملية التثقيف، تشجيع المواطنين على تحديث سجلاتهم، تحديث البيانات وصولا إلى يوم الاقتراع والمشاركة، هل للإعلام دور فاعل في هذا المجال؟ يعني حتما اليوم الإعلام هو سلطة تضاف إلى سلطات الدولة، خصوصا في يعني حث الجماهير وشحن الهمم من أجل المشاركة في هذه العملية
التي ست يعني تنولد منها او في يعني هذه الصناديق التي ستولد منها برلمانات مصغرة، وهذه البرلمانات هي التي سيؤول إليها إدارة عملية العملية السياسية داخل كل محافظة. أعتقد الإعلام يعني هو يشترط أن يبدأ مهامه وتبدأ عملية التعبئة الجماهيرية والشحن الجماهيري منذ هذه اللحظة لحين يوم الاقتراع، باعتبار أنه هذه العملية هي عملية تكاملية تلتزم بها مختلف السلطات، سواء كان السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية، وكذلك السلطة الإعلامية، بالإضافة إلى اليوم السلطة الأخرى وهي السلطة الشعبية. اليوم الشعب هو بحد ذاته أصبح مدرك لهذه التحركات السياسية ولهذه الممارسات الديمقراطية ولهذه المسيرة بشكل عام، فبالتالي يجب أن تكون هنالك أولا لجان تنبثق من رحم المفوضية، وهنالك لجان تنبثق من رحم منظمات المجتمع المدني تكون مهمتها الرئيسية هي التوعية والحث على الانتخابات، ويعني توعية المواطن بأهمية هذه الانتخابات وبعدم التقليل من يعني دور مجالس المحافظات في يعني إدارة السلطة المحلية داخل كل محافظة. الإعلام اليوم حقيقة هنالك انا باعتقادي واشخص هنالك اعلام اصفر وهنالك اعلام حيادي. انا اليوم اعول على الاعلام المحايد الذي هو يشترك في هذه العمليه السياسيه وفي بناء هذه المسارات الديمقراطيه الصحيحه. اليوم كل شخص بنا هو من يعني منبره او من محله هو ربما يمثل اعلام ويعني شخص هادر بالصوت الايجابي، فبالتالي اليوم النخب المثقفه ايضا هي مطالبه بالتوجيه وبالحث وبالدفع نحو المشاركة الانتخابية، لأنه اليوم حقيقة عملية تصحيح المسار خصوصا إذا ما تحدثنا عن الإصلاحات وربما هو هذا حديث الساعة، وكذلك هو بند رئيسي كان ضمن البرنامج الحكومي للسيد السوداني. إذا ما تحدثنا عن هذا البند خصوصا بند الإصلاح، الإصلاح لا يأتي عن فراغ، وإنما يجب أن يكون هو ابتداء من القاعدة، والقاعدة هي تبدأ بالمجتمع. فبالتالي اليوم كل يشارك بهذه العملية الإصلاحية من أجل إخراج وضخ دماء جديدة إلى مجالس المحافظات اللي شبهناها هي بالبرلمانات المصغرة، وعندما يكون أو تكون مثل هذه الوجوه الجديدة ربما الشابة والفتية والتكنوقراط والكفاءات يعني حقيقة المتزاوجة والمجتمع داخل هذه البرلمانات المصغرة، ستكون هنالك مخرجات إيجابية لهذه المحافظات وتنعكس بشكل إيجابي على يعني مستويات البناء والإعمار وكذلك على مستويات الشفافية والنزاهة، وربما ستكون هنالك لمسات واضحة للإصلاح والتصحيح للمرحلة القادمة عبر ضخ مثل هذه الوجوه إلى مجالس طيب. المحافظات. وإذا ما تحدثنا عن الغطاء المالي اللازم لهذه العملية الانتخابية أستاذ عمر حتى نغطي الموضوع، باعتبار أن المفوضية تبدي استعدادها ولكن دور الحكومة أيضا يجب أن يكون واضحا في هذا الجانب. يعني ينبغي تسخير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية وجميع الخبرات ورصد الطاقات سواء كانت من قبل الحكومة أو من قبل منظمات المجتمع المدني أو النقابات المحلية يعني النقابات المحلية بصورة عامة أو حتى من قبل بعض يعني الجهات الداعمة لمسيرة الديمقراطية في العراق، كانت تكون مجموعة الضغط إذا كانت متوفرة لدينا. أنا لا أعتقد أن لدينا لحد هذه اللحظة مجموعة ضغط كالتي هي موجودة في المجتمعات المتحضرة. ينبغي الدفع بهذه العملية بكافة السبل والإمكانات حتى نذهب بمشهد انتخابي ربما سوف يكون هو مرضي لمستوى الطموح في هذه الفترة تحديدا. ولكن علينا أن لا ننسى هنالك جمهور ما زال مؤمن بضرورة التحول الديمقراطي والخروج من مبدأ المحاصصة الطائفية والذهاب إلى بناء دولة المؤسسات والركون إلى مبدأ المواطنة وأن لا يكون هنالك تشظي في البنية أو البنية المجتمعية أو القشرة الداخلية للجسد الدولة العراقية. كل ذلك هو مرهون بتوحيد الرأى، وأنا أعتقد بأن نجاح هذه الانتخابات سوف يؤسس لانتخابات ديمقراطية برلمانية قادمة بصورة أفضل مما رأيناه في المرحلة الماضية. ولكن لا ننسى بأن وجود
هنالك وجود كتل سياسية جديدة ربما سوف تدخل إلى المشهد السياسي، سوف تضخ دماء جديدة ووجوه جديدة، وأنا أعتقد بأنها سوف تكون هي بارقة أمل إذا ما تحقق المعادل السياسي النوع الذي نتطلع لدخوله في المرحلة المقبلة والذي لم نراه في المراحل السابقة في بكل شكل من الأشكال. نعم الأستاذ عمر الناصر الباحث في الشأن السياسي، أشكرك الشكر الجزيل، أثريت الحوار في هذا الملف. ودكتور عمر البهادلي الخبير في الشأن الانتخابي، لك كل الشكر والتقدير. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم الدكتور محسن العقيلي الخبير القانوني، وكذلك أرحب بالأستاذ محمد الربيعي المحلل السياسي، حياكم الله ضيوفا كرام. نتحدث أستاذ محمد يعني محليا ومن هذه الزاوية كجهود محلية، هل نمتلك قاعدة بيانات عن جميع الأموال وتواجدها، المتهمين بتهريبها، حتى نستطيع أن نحصي أو نحصر كمية هذه الأموال؟ وهذا الموضوع دعا إلى رئيس الوزراء إبان استلامة لهذا الموضوع حتى يكون الحساب وفق أمور ضابطة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولجميع مشاهدي قناة الأيام ولضيفك الكريم، حياكم الله. بالتأكيد يعني موضوع الأموال المنهوبة والمسروقة موضوع شائك وخطير، مرت به كثير من الحكومات المتعاقبة، ولكن للأسف الشديد لم تتوصل إلى نتائج ملموسة، ولم يحصل المواطن العراقي على نتائج ملموسة من كل ما قدمتها هذه الحكومات، لأنه لم تكن هنالك جدية في متابعة هذا الموضوع. وأنا قلت الموضوع شائك وخطير لأن هنالك تداخلات فيه، تداخلات سياسية وتداخلات قانونية، إضافة إلى العلاقات الدولية، لأنه الموضوع ليس فقط محلي وإنما هو موضوع يهم كثير من الدول التي ذهبت فيها الأموال. ونحن نعلم أن موضوع في الداخل هنالك عدد كبير من الملفات في هذا الجانب. هذه الملفات تمت متابعتها من قبل رئاسات الوزراء المتعاقبة ولكن دون نتيجة، والسبب في ذلك هو هناك كثير من السراق الذين ينتمون إلى أحزاب وكتل سياسية، وهذه تعتبر غطاء لهؤلاء السراق، ولا تستطيع أي حكومة أن تعمل جاهدة على العمل في هذا الملف. الموضوع الحقيقة الأموال المسروقة إلى الآن لم يتم التوصل إلى نتائج حقيقية، ولم يتوصل إلى عدد السراق في هذا والمبالغ المسروقة، لكن هنالك كثير من التسريبات التي حصلنا عليها تقول بأن الأموال التي سرقت من 2003 إلى الآن بحدود 350 إلى 500 مليار دولار. هذه الأموال المنهوبة والمسروقة ذهبت كلها في جيوب السراق وذهبت إلى خارج العراق. ونحن نعلم يا سيدي الكريم أن هذه الأموال تذهب في بنوك أو تذهب في شراء سندات أو عقارات، والدولة عليها أن تعمل جاهدة على تشكيل خلية، وهذه الخلية يجب أن تتابع هذه الأموال. وفعلا يعني حكومة السيد محمد الشاع السوداني عملت جاهدة، ومنذ اليوم الأول لتسلم السيد محمد الشاع السوداني مقاليد رئاسة الوزراء بإنشاء صندوق استرداد الأموال المسروقة والمنهوبة. وحقيقة الجهات المنضوية تحت هذا القانون هي جهات فعالة، منها الخارجية، المالية، الداخلية، المخابرات، وكثير من الأجهزة والوزارات. ليش؟ لأن الموضوع مهم وخطير، والأموال كبيرة، والسراق أيضا خطيرين جدا، فلذلك تحتاج إلى من يقف إلى جانب
هذا الصندوق، ونحن نعلم أن هيئة النزاهة تعمل أيضا في الجانب الآخر بالتعاون مع هذه الجهات من أجل وضع اليد على السراق ووضع اليد على الأموال التي سرقت وأخرجت. طيب. ولكن سيد حمد، الوقت نفسه، خليني أنتقل إلى الدكتور محسن العقيل حياك مجددا. بنفس الوقت اللي تحدث به الأستاذ محمد الربيعي، نشير إلى ما تحدث به مدير دائرة الاسترداد عن بعض الدول اللي ما تتعاون مع هيئة النزاهة خصوصا في موضوعات ملفات الاسترداد، لسبب أنها تعتقد أن العراق ما يمتلك معلومات كافية عن وجود الأموال أو الأشخاص في أراضي تلك الدول. هذا الأمر دكتور محسن يعني نفس السبب اللي يعرقل جهود استرداد الأموال اللي تبذلها الجهات الحكومية، شلون من الممكن أن يأخذ مسار قانوني للحل؟ نعم، تحية طيبة لك عزيز أستاذ أحمد، للسيد الضيف ولجميع السادة مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة مثل ما تفضل الأستاذ محمد بأنه موضوع الفساد بصورة عامة واسترداد الأموال المهربة بصورة خاصة هو ملف شائك، وجميع الحلول كانت حلول فقيرة، في معظمها هي حلول إعلامية أكثر مما هي حلول حقيقية. لذلك رأينا مثلا في 2019 السيد رئيس الجمهورية آنذاك يعني دعا إلى تشريع قانون عوائد أموال الفساد أو ما شابه ذلك، وكان ضمن هذا المشروع بأن حجم الأموال المهربة هو 150 مليار دولار، في حين أن لجنة النزاهة في مجلس النواب في عام 2019 ذكرت بأن حجم الأموال المهربة يزيد عن 350 مليار دولار. حقيقة أيضا عوامل عديدة ساهمت في منع وضع حلول حقيقية لمعالجة هذا الملف، منها عوامل سياسية وعوامل أمنية وغياب التنظيم القانوني الدقيق في متابعة ومكافحة عملية الفساد، وأيضا الإجراءات القضائية الضعيفة، فضلا عن الدبلوماسية العراقية الضعيفة وغياب الوعي المجتمعي والمؤسسات المتخصصة. في الجانب القانوني حضرتك أستاذ أحمد تسألتني، ينبغي أن تتوفر لدى العراق شروط شكلية وشروط قانونية من أجل متابعة هذا الملف. هذه الشروط الشكلية يجب أن تتوفر لدى الدولة طالبة الاسترداد، أي دولة اليوم تطلب استرداد أموال من دولة أخرى يجب أن تكون هناك شروط شكلية وشروط موضوعية. من ضمن هذه الشروط الشكلية أن تكون هناك اتفاقيات، سواء كانت اتفاقية ثنائية أو اتفاقية جماعية تكون الدولتين طرف في هذه الاتفاقية، أو أن الدولتين هم طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. هذا شرط جوهري، إضافة إلى يجب أن تقوم الدولة طالبة الاسترداد أو طالبة المساعدة القانونية كما نسميها في القانون بكتابة طلب تحريري إلى الدولة الأخرى، تتضمن نوع الأموال، وجود الأموال في أي مصرف، رقم الحساب، اسم صاحب الحساب، وهكذا حتى تستطيع الدولة الأخرى التعامل مع هذا الطلب. أيضا هناك شروط موضوعية تتعلق، يجب أن تكون هذه الأموال هي ضمن النطاق الموضوعي لجرائم الفساد حصرا، ويجب أن يكون هناك حكم قضائي باق بمصادرة هذه الأموال صادر من الدولة طالبة الاسترداد، ويجب أن يكون الفعل الذي نجم عنه هذا الفساد مجرم في الدولتين، أي بمعنى في الدولة طالبة الاسترداد وفي الدولة الأخرى الموجودة فيها الأموال. ما ذكرت حضرتك وما ذكر أيضا مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة صحيح جدا، وأضرب لك مثالين بسيطين. يعني في عام 2012 تحديدا تم اختلاس أموال عراقية من أمانة بغداد، موظفة قامت باختلاس يعني مبلغ كبير من المال، وقامت بتهريب هذا المبلغ عن طريق شركات الصيرفة، قسم منه إلى الأردن والقسم الآخر إلى لبنان. العراق قدم طلب إلى الأردن من أجل استرداد هذه الأموال، ذكر فيه اسم المصرف الموجودة فيه الأموال ورقم الحساب واسم صاحبة الحساب، وأيضا بعث بالحكم القضائي الصادر يعني بمصادرة هذه الأموال وعادتها إلى العراق، لكن الذي حصل بأن الأردن وضع يده على هذه الأموال وقام بمصادرتها إلى الأردن وليس إلى العراق، بحجة أنه الأموال تم غسيلها في الأردن، يعني هذه الأموال تم غسل هذه الأموال في الأردن. طبعا هذه حجة، لأن الأموال أصلا أموال يعني عملية اختلاس، أموال مختلسة من يعني أمانة بغداد، في حين في نفس الطلب وعلى نفس الموظفة عندما تم مخاطبة المحاكم اللبنانية آنذاك وقدمنا لها المعلومات التي قدمناها إلى الأردن، قامت المحاكم اللبنانية عفوا يعني باتخاذ خطوات إيجابية بهذا الجانب
ووافقت على مصادرة هذه الأموال من تلك الموظفة وعادتها إلى العراق. إذن الجانب الآخر، يعني أقصد الدول الأخرى أيضا، الموضوع يتعلق بكيفية التعامل معها، وطبعا يحتاج إلى أن تكون لديك دبلوماسية قوية من جهة، وأن تكون لديك رغبة حقيقية، وأن تدخل في اتفاقيات ثنائية وجماعية. لذلك نرى في الفترة الأخيرة معظم دول العالم أما أن تذهب إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول أو إلى عقد اتفاقيات جماعية، بالإضافة إلى كون معظم هذه الدول هي بالأساس طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكن من أجل تقوية هذه الأواصر وتقوية هذا الملف وخطورة هذا الملف ذهبت إلى عقد اتفاقيات ثنائية يعني على الرغم من وجود هذه الاتفاقية. طيب، هذا تفصيل واضح، يعني أصبح مثل ما أشرت لحضرتك أستاذ محمد، لما تكون هنالك شروط شكلية وشروط موضوعية في هذا الاسترداد، نتحدث عن أن هنالك تكاملية في الأدوار بين هيئة النزاهة، وزارة العدل، وزارة الخارجية. نتذكر أنه يعني قبل أكثر من سنة كان هنالك اجتماع للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، صار في بغداد، وصار أنه مؤتمر متخصص حول الأموال المنهوبة. هذه الجهات القطاعية عندما تكون في بوتقة واحدة ومساراتها محددة، هل نستطيع أن نسترد هذه الأموال؟ نعم أستاذ أحمد، حقيقة عندما تتكامل الأدوار ويكون هنالك تعاون بين الجهات الأمنية والجهات القانونية، بالتأكيد سوف يكون هنالك تحرك حقيقي اتجاه استرداد هذه الأموال. إضافة إلى ما قاله الدكتور محسن، حقيقة هنالك أيضا أمور أخرى، يعني اللي تفضل بالمثل اللي ضربه على هاي المختلسة، هناك قد يكون تعاون من جانب الأردن أو جانب لبنان، لكن يا سيدي الكريم الأستاذ محسن وحضرتك والجمهور الكريم يعرف بأنه الدول التي توضع في هذه الأموال أو تهرب في هذه الأموال وتوضع في بنوكها، بالتأكيد هناك سرية كاملة عن الأشخاص وعن المبالغ، فلا يمكن استرداد هذه الأموال ما لم يكن هنالك إجراءات قانونية سليمة، إضافة إلى العلاقات الدبلوماسية وتوقيع الاتفاقيات التي من خلالها توقيع هذه الاتفاقيات من الممكن العراق أن يسترد كثير من الأموال. إذن موضوع التكامل بين الوحدات القانونية والوحدات الأمنية ووزارة الخارجية مفروض ومطلوب جدا. يعني حضرتك والجمهور الكريم يعرف بأنه خلال هذا العام سيد رئيس مجلس الوزراء يعني صار قانون الاسترداد، المادة 14 من عدة، على الحكومة العراقية أن تضع شروط على جميع الجهات المستثمرة في العراق، عليها أن يعني تتعاون مع العراق في استرداد الأموال الموجودة على أراضيها، وهذه خطوة ممتازة. السيد رئيس مجلس الوزراء عمل جاهدا عندما شكل صندوق استرداد الأموال المنهوبة والمسروقة. إذن التعاون يجب أن يكون واسع وكبير بين جميع الجهات، وليس فقط يا سيد الكريم، وليس فقط الجهات الأمنية والجهات، الموضوع يهم العراق بصورة عامة ويهم الأحزاب السياسية بصورة خاصة. الأموال التي سرقت لم يسرقها فلان من الناس البسيط، وإنما سرقت من خلال شخصيات سياسية ووزارية وحكومية، وخير دليل على ذلك لدينا أسماء كثيرة من سرق هذه الأموال وهربها إلى الخارج وهم وزراء. إذن عملية استرداد هذه الأموال تحتاج إلى متابعة قانونية ومتابعة دبلوماسية. طيب، وتعاون. هي الحكومة العراقية، سؤال حضرتك، اعتمدت ميزان التعاون الدبلوماسي التخادم الدولي في هذا الملف، أيضا كان هناك اعتماد لهذا المعيار من قبل الحكومة، نسأل هنا هل يكفل تسريع خطوات الاسترداد؟ بالتأكيد، يعني التعاون الدبلوماسي بين الحكومة العراقية وتوقيع الاتفاقيات التي تعالج هذا الموضوع تسهل كثير من موضوع استرداد الأموال. نعم. لأنه العراق إذا لم يكن موقع على قانون مثلا مكافحة الفساد، أي دولة من دول العالم ما تتعاون مع العراق. أكو نقطة مهمة أستاذ أحمد جدا، هي أنه فقدان الثقة
فقدان ثقة الدول الكثيرة بالحكومة العراقية. هذا الموضوع مهم، الحكومة العراقية عليها أن تعيد النظر في موضوع استرداد الثقة مع هذه الدول، لأنه تقول مثلا على سبيل المثال قدم العراق طلبا إلى دولة معينة، هذه الدولة تحاجج العراق بأنه لو استرجعت هذه الأموال من يضمن لنا بأن هذه الأموال لن تسرق مرة ثانية، ومن يضمن لهذه الدولة التي أعادت هذه الأموال أن تدخل هذه الأموال في خدمة الشعب وفي المشاريع التي تخدم الشعب؟ طيب، مرة نتحدث أستاذ دكتور محسن مثل ما تحدث أستاذ محمد عن فقدان الثقة، ومرة نتحدث عن طمس معالم هذه الجريمة، عملية استرداد الأموال المهربة. من المعلوم أنها تشوبها كثير من المصاعب، طمس معالم جريمة، إتلاف أدلة. هذه المتغيرات هل نحتاج إلى شركات استشارية عالمية في مجال التعقب، مجال المحاسبة؟ بالتأكيد أستاذ أحمد، إحنا أول شيء نحتاج إلى شركات محاماة دولية، لأنه الموضوع موضوع صعب وشائك ويحتاج إلى خبرة دولية متعلق بالتحكيم الدولي. التحكيم الدولي لا، التحكيم الدولي يعني موضوع يخص قضية معينة وتذهب الدولتين إلى التحكيم الدولي، لكن نحتاج إلى شركات محاماة دولية هي مختصة بهذا الجانب. هناك شركات في دول العالم مختصة بمكافحة الفساد الدولي وغسيل الأموال، مثل ما ذكرت كثير من الجرائم، يعني جرائم الفساد المالي سواء كان سرقة، اختلاس، خيانة أمانة، ما شابه ذلك، يتم طمس معالم هذه الجريمة أما بالإخفاء أو الإتلاف أو يعني غسل الأموال. لذلك دائما هذه الجريمة، يعني جريمة الفساد المالي، هي عبارة عن جريمة مركبة، دائما ياها جريمة أخرى اللي هي جريمة يعني غسيل الأموال. هذه الجريمة دائما ترافق جريمة السرقة، جريمة الاختلاس، جريمة خيانة الأمانة. ليش؟ لأنه دائما يسعى هذا الشخص المجرم إلى غسل الأموال التي حصل عليها من أجل يعني إخفاء معالم جريمته. ولذلك إحنا بالعراق يعني تحديدا من الجانب القانوني حقيقة نحتاج إلى تشريعات. إحنا اليوم مش عندنا يعني التشريعات اللي تتعامل مع هذه القضية، عندنا أصول المحاكمات الجزائية، قانون فقير جدا وهو قانون قديم، يعني شرع بال 72 و 73، وهو قانون فقير جدا حقيقة لا يحتوي على كثير من المعايير والإجراءات الدولية التي تنسجم مع موضوع الفساد وتهريب الأموال. وعندنا أيضا حتى اللي ذكرته حضرتك قبل قليل، دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، حقيقة القانون لم يبين الإجراءات التي يجب أن تتبعها هذه الدائرة في التعامل مع ملف الأموال المهربة. بمعنى توجد دائرة ولكن القانون لم يوضح ما هي الإجراءات التي تتبعها هذه الدائرة. لربما القانون الوحيد اللي عندنا اللي يحتمد معايير دولية في هذا الجانب هو قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. هذا القانون فيه نعم بعض المعايير الدولية التي تتلائم مع الآليات الدولية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية. ولذلك علينا أما أن نشرع قانون خاص، يعني حقيقة هذا مهم جدا، أن شرع قانون خاص ب يعني كيفية استرداد الأموال المهربة خارج العراق، وأما على الأقل أن نعدل قانون النزاهة ويعني نضع لدائرة الاسترداد، نعطيها يعني فسحة ومجال أوسع، ونبين الإجراءات والآليات التي تتبعها هذه الدائرة، وأيضا يعني نعطي صلاحية لهذه الدائرة بالتعاقد مع شركات محاماة دولية في يعني من اجل متابعه الاموال المهربه عفوا خارج العراق وفي الدول الموجوده فيها تلك الاموال. ايضا نحتاج الى موضوع مهم جدا، نحتاج الى محاكم متخصصه في هذا الجانب. هذا الموضوع موضوع مهم، موضوع شائك، يعني لا نتصوره موضوع بسيط. حتى المحاكم اللي موجوده عندنا حقيقه تفتقد الى التعامل مع هذه الجرائم، لانها هناك اليات دوليه، اجراءات دوليه لم تطلع بها المحاكم العراقية. لذلك أيضا نحتاج إلى محاكم متخصصة في هذا الجانب، إضافة إلى تعديل أو تشريع قوانين جديدة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محسن العقيلي الخبير القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر الكثير لحضرتك أستاذ محمد الربيعي المحلل السياسي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، على حسن المتابعة، في أمان الله.